السلام عليكم شوبي دي زاد كي العاده معكم. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم كما شفنا المقابله تاع اتليتيكو مع ارسنال، مقابله كانت متكافئه، مقابله اللي شفناها مقابله كانت نقولوا مقابله كانت متكافئه ما بين الفرق، لكن مقابله كانت مقابله كبيره، مقابله تاع مستوى عالي كي نقولوا اتليتيكو ونقولوا ارسنال. رغم في الشامبيونه ارسنال ما كما يقول لك خيب الامل، اتلتيكو اللي راه في المرتبه الثانيه، واتلتيكو كما يقول لك شنا كيفاش الشوط الاول، شنا الشوط الثاني. الشوط الثاني كان فاني كانت قادره ارسنال، رغم ان فانجار كما نقولوا احنا المشاكل اللي راه عنده مع الانصار مع المسيرين، قدم مقابلة خاصة في الشوط الثاني، خاصة الشوط الثاني كانت مقابلة كبيرة، مقابلة لأتليتيكو، خاصة المدرب فانيك تاع أتليتيكو فانيك. هذو المدربين يبقوا مشكورين، مدربين اللي عندهم نظرة كبيرة، عندهم نظرة بعيدة في الميدان، عنده نظرة بعيدة، يعرف كيفاش الشوط الأول كيما يقول لك ربع ساعة الأولى، نص ساعة الأولى، يعرف شتا كاين في المقابلة، يعرف شتا كاين عند اللعابة، يعرف كيما يقول لك الكاليتي اللي عنده اللي دخلها، يعرف كيفاش يمشي المقابلة، خاصة ما بين الشوطين. يعرفوا مدربين هذو كبار، مدربين اللي يبقاو من طينة الكبار، مدربين اللي ما يستهنش بهم. على ذيك شلنا اليوم مقابلة خاصة في الشوط الأول وين كانت رايحة أرسنال، كانت هي اللي كانت غادي تسجل، أرسنال هي اللي كانت غادي تسجل. وشلنا كيفاش أتليتيكو عرف الشوط الأول كيفاش يباغت أرسنال، الشوط الثاني عرف كيفاش يلعبوا حتى آخر دقيقة. وهذه هي كرة قدم، هذه كيما يقول لك كرة قدم أوروب، كرة قدم تاع هذه المستوى تاع النصف النهائي، المستوى تاع النصف النهائي، خاصة وين شفنا الجمهور الملعب، والله العظيم الملعب تشوف كيفاش الجمهور كيفاش يناصر كيفاش، والله حاجة كبيرة، حاجة كبيرة. قال ندو عليهم هذه الثقافة، ما ندوش عليهم الثقافة تاع السروال مقطع ولا السروال مدلي، ندو عليهم هذه الثقافة اللي ندوها عليهم. على ذيك حنايا هنا نحبوا كرة قدم، نحبوا الفنيات، شنا هاد الأهداف، شنا كلش في هذه المقابلة، كما يقول لك هذا هو المستوى تاع النصف النهائي، هذه هي. صحيتو ربي يحفظكم.